الاول انت موجود لسه، مشوارك ما خلصش، لسه شويه حب. انت في دايموند صح؟ اه في القسم الثالث. في القسم الثالث اه. والدنيا ماشيه كويس. اه تمام الحمد لله. الموضوع موضوع ادمان، انك مش قادر تبطل الكوره، الكوره بتجري في دمك، فحتى لو تنازلت شويه عن المكان او المستوى، لكن في الاخر انت مش قادر تبطل الحكايه دي. حقيقه مش قادر تبطل. اه كان ميدو كلمني من فتره كده ان انا امسك في النادي، انا وابراهيم. ابراهيم صلاح ماسك دلوقتي. كان كلم الجيل ده، يعني الناس اللي بطلت من الجيل ده، ان احنا نمسك في نادي الزمالك وكده، ونمسك مساعدين مدربين، نبدا الشغل بدري يعني. ماشي. بس انا رفضت يعني. ليه بقى؟ حابب ان انا اكمل. لسه شايف انه قدامك شويه. اه حابب التجربه. انت مواليد 85 يعني، انت لسه يعني انت لسه 12 الجاي يعني، كمان شهر بقى تبقى 38. آه. وشايف انه عادي. والله عادي، لسه جايب جولين الماتش اللي فات. والله ربنا يكرمك يا رب. ماشي، يعني الدنيا ماشيه كويس، وانت مش حاطط في دماغك انك احمد جعفر اللي لعب في الزمالك اللي عيب يلعب في عادي خالص. انت بتتبسط وخلاص. هقول لك ماشي. إيه رونالدو مثلا، يعني كريستيانو رونالدو، ماشي، لو حاطط في دماغه ان هو كريستيانو رونالدو ريال مدريد احسن لعيب في العالم 5 مرات، مش هيروح السعوديه قصدك؟ طبعا. ماشي، بس بص بياخد كام؟ مع احترامي ليهم، ما ياخد اللي ياخده، بس قصدي بيتنازل عن حاجه في مقابل حاجه بس. بيشاوروا لي عشان المايك برضو. لا عايزين صوتك يجلجل يا جعفر، انت راجل هداف. هو اكيد يعني قصدي ان هو بيعوض حاجه بحاجه. فاهم قصدي؟ يعني بينزل من المستوى وينزل بيروح لحته، بس بيعوض فلوس مرعبه. بص، هو انا مع الدكتور مندوق، الدنيا كويسه يعني الحمد لله، الامور كويسه جدا، استقرار مادي كويس. اوكي. برضو عامل تيم محترم، عارف انت، هيقول لك النادي بتاع احمد جعفر. ايوه بيقولوا فرقه احمد جعفر. والله. فالموضوع كويس ان انت قائد وانت النجم الفرقه. مديني يعني فاتح لي كل الامور الموجوده في النادي، كناحيه استشارية دايما موجود. أوكي. رأيي موجود في كل حاجة، فالأمور كويسة الحمد لله. طب أسألك سؤال صريح، فضل. المدربين بيتعاملوا معاك ازاي؟ ما هو مدرب فرقة في القسم الثالث لما يلاقي عنده نجم في الفرقة بيبقى فيه دايما حسابات مختلفة عن بقية الفرقة، بيتعامل معاك ازاي؟ بص، ايه رأيك عفور بقى وكده، ولا الدنيا ماشية ازاي؟ لا والله انا باخدهم طبعا في الاول. المدرب معنا كابتن جمال، اسمه كبير في الدرجة، فاحنا بينا وبعض كل احترام. حلو. فالراجل هو بياخد ساعات، بياخد رأي طبعا، رأي ساعات، ياخد رأي فني أكيد. رأي في تشكيل، في حاجات في الملعب، طب رأي في لعيبة في أول السنة. والله. اوكي يعني ماشي. هو كمان الدكتور مديني الأريحية دي ان انا اساعد الناس في القصة ماشي. يعني بحكم الخبرات وكده، فدي حاجة كويسة، دي ميزة انا شايفها ان انا اتعلم من خلالها حتة الإدارة. اوكي. واتعلم من خلالها حتة التدريب، والناحية الفنية كمان انا موجود بشكل كويس. وبتلعب اساسي 90 دقيقة والدنيا ماشية كويس؟ بتلعب 90 دقيقة. هداف الفرقة. وهداف اخبارك ايه في الدوري؟ هداف الدرجة كلها. الهدف ايه؟ انكم تطلعوا القسم اللي جاي ولا لسه السنة دي؟ الممتاز. الممتاز يعني. احنا عندنا السنة دي حاجه اسمها كيمو دوره الترقي. احنا لو صعدنا اول هنلعب ترقي، نلعب محترفين على طول. حلو. فيبقى عندك فرصه سيزون واحد تلعب ممتاز. بالظبط كده. والدنيا واحد. مش صعبه؟ لا مش صعبه. يعني انت لو وصلت للدرجه دي، لدوره الترقي ودوري محترفين، هل شايف ان الامور ممكن توديك انك تنافس فرق بقى لها سنين ومدعمه كويس وحاجات كده؟ طول ما في استقرار مادي واداري بشكل كبير، لا الموضوع عادي. اوكي. حلو قوي.